السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني زي ما انتم شايفين كده نحاول نجيب لكم نظرة سريعة على المكان كله. طبعا سكينة وحضور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير مال المسلم في آخر الزمان غنمة، غنمة يقتات بها مواطن القطر في الجبال. بس هات لك غنمة واطلع هنا اعبد ربنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الله سبحانه وتعالى يمن علينا. الواحد يعني منظر من مناظر الدنيا يبكي، يعني ربنا ما خلقت هذا. شوفي هذا عظمة الجبال ومنظر الإنسان قد إيه. والله إحنا حابسين نفسنا في مدنية كاذبة، حابسين نفسنا في جدران وستات وكومباوندات، وهذا الأمر في الطبيعة أصلا يبعث على الراحة والطمأنينة. أدعو الله سبحانه وتعالى يبدلنا بها في الفردوس الأعلى، قولوا أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا لذة النظر إلى خلق الله. التفكر، والله يا جماعة التفكر أعلى درجات العبادة. إن أنا أتفكر، سيدنا إبراهيم وصل للوحدانية، هذا أكبر هذا أكبر هذا أكبر، بس خلاص خلاص أنا لا أحب الآفلين، بس خلاص أعبد الله الواحد الأحد. بالتفكر الواحد في وسط عظمة خلق الله بالمنظر ده يستحي، يستحي. أين أنت يعني العبد ولا الأمة من يعني من قدرة الله الملك المليك القادر المقتدر؟ فيستحي العبد، يستحي العبد من المعصية، يستحي العبد إن هو يغفل، يستحي العبد إن هو لا يذكر الله سبحانه وتعالى على هذه العظمة. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجنة، ويرينا الآيات في الآفاق، ويجعلنا من الذين يعني يرون الآيات فيعني يتقد القلب إيمانا وخشوعا وقربا إلى الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.